وسهلة، فيعني نطول بها بإذن الله، لأن أنا شوي بصراحة صحتي تعبانة وما عندي قابلية أقعد أشرح فترة طويلة، فالمحاضرة اختصرتها لكم فقط يعني الإشارات المهمة. الجروبات البقية عيني الروابط البقية طلابنا، صوتي واضح كلكم؟ طلابنا باقي الروابط اللي نزلتها. واضح دكتور، واضح. تمام. هاي الروابط راح انزلكم اياها على جوجل كلاس روم ان شاء الله، وراح تبقى ثابته، فتبقى هاي الثلاث روابط، الرابط الاصلي مال جوجل كلاس روم اضافه الى الرابطين اللي نزلتهم هسه، راح تبقى هذه ثابته ان شاء الله، فكل محاضره الكترونيه اني انطيكم اياها تبقى هذه نفس الروابط. نبدي على بركه الله محاضرتنا اليوم، نكمل النيرفس سيستم. راح ناخذ اليوم، تعرفنا بالمحاضره السابقه شنو الكومبوننت اوف ذا نيرفس سيستم، شنو السنترال نيرفس سيستم والبيريفيرال نيرفس سيستم وغيرها. اليوم راح ناخذ السيلولار اليمنتس ان ذا سي ان اس، العناصر الخلويه اللي موجوده بالجهاز العصبي المركزي. فناخذ اول شيء عندنا الجليال سيلز، الخلايا الدبقيه. ذا ميجر ديستينكشن is that glia do not participate directly in synaptic interactions and electrical signaling. طلاب بس الشير واضح يمكم؟ نعم دكتور واضح يمكم الشير طلاب؟ دكتور واضح. الخلايا الدبقية اللي هي أول العناصر الخلوية اللي موجودة بالجهاز العصبي المركزي، هذه الخلايا طلاب تسمى بالخلايا الدبقية، هي بالحقيقة ما راح تشارك بالتشابكات العصبية ونقل الإشارات الكهربائية، يعني ما راح تشارك بلغة الجهاز العصبي، وإنما صنفوها العلماء identifies four main functions of glial cells، يعني صنفوها إلى أربعة وظائف رئيسية. أول شيء to surround neurons and hold them in place، راح تحيط بالخلايا العصبية وتحملها في مكانها المخصص. To supply nutrients and oxygen to neuron، تجهز المغذيات والأكسجين للخلايا العصبية، إضافة إلى أنه هي to insulate one neuron from another، تعزل خلية عصبية عن خلية عصبية أخرى. And to destroy pathogens and remove dead neurons، وأيضا وظيفتها تنظيف وإزالة الخلايا العصبية الميتة أو الكائنات الممرضة اللي ممكن أن تجتاح الجهاز العصبي. There are two major types of glial cells. عندنا نوعين من الخلايا الدبقية. أول شيء عندنا الميكروغليا وعندنا الماكروغليا. الميكروغليا هي نفسها خلية الماكروفاج. Are scavenger cells، خلايا كانسة. That resemble tissue macrophages and remove debris resulting from injury, infection and disease. فهذه هي نفسها خلية الماكروفيج بالجهاز العصبي، أسميها الميكروغليا. أما الماكروغليا، there are three types of ماكروغليا. عندنا ثلاث أنواع من خلية الماكروغليا. أول شيء عندنا الأوليغودنتروسايتس، عندنا شوان سيل and أستروسايتس. راح نبدي ناخذ كل وحدة شنو. الأوليغودنتروسايتس and شوان سيلز are involved in myelin formation around axons in the CNS and peripheral nervous system respectively. هذه موجودة وراح تسوي لي غمد النخاعين اللي راح يلتف حول محاور الخلايا العصبية. فعندنا الأوليغودنتروسايت راح ألقاها وين؟ بالcentral nervous system. بينما شوان سيل وين راح ألقاها؟ راح ألقاها بالperipheral nervous system. أما الأستروسايت which are found through the brain، موجودة بالدماغ، are for two subtypes، هذه راح تصنف إلى نوعين، fibrous astrocyte and protoplasmic astrocyte. The fibrous astrocyte which contain many intermediate filaments are found primarily in white matter، واضح؟ بينما هذه طبعا بها البروزات مالتها، الفايبرس تحتوي على خيوط دقيقة، هسه راح أعطيكم الشكل مالتها. فراح وين ألقاها؟ ألقاها بالوايت ماتر. بينما البروتوبلازميك أستروسايت are found in gray matter، بالمادة الرمادية، and have a granular cytoplasm. Both types send processes to blood vessels where they induce capillaries to form the tight junction making the blood-brain barrier. اثنيناتهم راح تبدي تبرز من عندها بروزات، هذه البروزات تسوي tight junction ويا من؟
ويا الأوعية الدموية اللي موجودة بالبرين، وتسوي الحاجز الدماغي الدموي اللي هو هذا الحاجز، هاي التايت جنكشن، تمنع مرور الكثير من المواد اللي بها أضرار إلى الجهاز العصبي، فتسوي لي برين بلاد برين بارير. They also send the processes that envelop synapses and the surface of nerve cells. أيضا ترسل بروزات، هذه البروزات تغلف لي مناطق التشابك العصبي وتغلف لي سطوح الخلايا العصبية. هذه بالنسبة لي أنواع الجليال سيل. راح أراويكم الشكل، هذه الفايبرس أستروسايت، شوفوا الشكل مالتها، البروزات اللي طالعة من جسم الخلية. طبعا مو خلايا عصبية، ديروا بالكم طلاب، هذه جليال سيل، فتشوفون البروزات اللي موجودة بها، هذه هنا تكون خيطية فيلمنت، بينما هنا راح تكون بروتوبلازميك، يعني جزء من البروتوبلازم اللي داخل الخلية ممتد، والسيتوبلازم مالتها من نوع هنا يكون جرانيولر من نوع محبب. هذه فقرات أخرى لهذه الخلايا الجليال سيل. هذا الفقر أيضا للاطلاع، هاي الفقرات كلها للاطلاع طلاب، توضح لكم الانواع مالت خلايا الجليال سيل. هسه راح ناخذ النيورونز اللي هو هذا الجزء المهم، او الخليه العصبيه. نيورونز in the mammalian central nervous system come in many different shapes and sizes، تجي باشكال واحجام مختلفه. Most have the same parts as the typical spinal motor neuron، يعني كليتها تشترك ب شكل نموذجي موحد اللي هو راح نشرحه احنا. اول شيء راح يتكون بالخليه العصبيه، عندنا جسم الخليه العصبيه ذا سيل بودي، واحيانا يطلق عليه بالسوما. contains the nucleus and is the metabolic center of the neuron اللي هو الجزء الايضي للخليه العصبيه. neurons have several processes called dendrites that extend outward from the cell body and arborize extensively، تمتد من جسم الخلية العصبية بروزات وتفرعات تتشابك وتتفرع بشكل فائق، أطلق عليها الدنترايتس التشجرات. particularly in the cerebral and cerebellar cortex، ويعني تشابكات أو تفرعات هذه التشجرات عادة تكون بشكل خاص في منطقة المخ وقشرة المخيخ. the dendrites have small knobby projections called dendritic spines، هاي التشجرات اللي تتفرع من جسم الخلية العصبية بالنهاية مالتها راح تكون رؤوس مدببة، أطلق عليها الدنتريتيك سباينز. A typical neuron also has a long fibrous axon that originates from a somewhat thickened area of the cell body، ينشأ من جسم الخلية العصبية إضافة إلى الدنترايتس أكو محور ليفي طويل ومتثخن في منطقة بروزة من جسم الخلية العصبية. هذا اللي هو أطلق عليه محور الخلية العصبية، والمنطقة المتثخنة اللي يبرز من عندها من جسم الخلية العصبية أطلق عليها بالأكزون هيلوك. أكزون هيلوك. The first portion of the axon is called initial segment، الجزء الأول من بداية المحور من بعد المنطقة المتثخنة اللي هي الأكزون هيلوك راح أطلق عليها الانيشال سيجمنت. هذه المنطقة طبعا اللي هي راح يبدي يتجمع بيها الإشارة العصبية أو الإشارة الكهربائية، ومن ثم تنطلق على طول محور الخلية العصبية. The axon branches into presynaptic terminals each ending in a number of synaptic knobs which are also called terminal buttons or buttons. راح أوضح لكم إياها على الفيجر اللي هنا. هنا هذا طلاب تشوفون هذا جسم الخليه العصبيه، هاي الدنترايتس، الاطراف مالتها اللي هي قلنا سبايك تطلق عليها، منطقه متثخنه من جسم الخليه العصبيه اطلقنا عليها الاكزون هيلوك، يبرز من عندها محور الخليه العصبيه. الجزء الاول من محور الخليه العصبيه سميناه الانيشال سيجمنت اللي هو بالبدايه راح يكون، بعد ذلك يمتد المحور اللي هو راح يكون طويل، وبالنهايه مالته ايضا راح توجد تفرعات. هذه التفرعات راح اطلق عليها البري سينابتيك، بدايتها قبل لا تبدي تتفرع، بري سينابتيك تيرمينالز، النهايات ما قبل التشابك العصبي. بعد ذلك نهايات التشابك العصبي، هاي التفرعات تنتهي بانتفاخات، تشوفوها هنا بالفقر هذا. هاي الانتفاخات اطلق عليها السينابتيك نوبس او البوتونز أو التيرمينال بوتونز، هذه هي اللي راح تبدي بيها منطقة التشابك العصبي، وهنا أنا موضحة بالشكل
اللي باللون الأصفر، هذه البريسينابتك تيرمينال، وهذه السينابتك نوب. هنا هذه السينابتك نوب منطقة الانتفاخ تحتوي بداخلها طبعا حويصلات، بداخلها راح تكون النيورو ترانسميتر. منطقة التشابك العصبي اللي هي ما بعد شنو، تبدي من السينابتك نوب، وهذه السبايك اللي تابعة لجسم خلية عصبية أخرى اللي هي تشجرات لجسم خلية عصبية تبدي تستلم الإعازات العصبية، نشرحها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. فهذا اللي هي أجزاء الخلية العصبية اللي موجودة بنهاية محور الخلية العصبية. يلا سوري ارجع اكمل. وصلنا لهنا، طلاب تصنف الخلايا العصبيه احيانا حسب الشكل مالتها الى او حسب البروزات اللي تبرز من جسم الخليه العصبيه. ماكو شير دكتور؟ ماكو صوره بالرابط الاول؟ لا دكتور. اي نعم هسه. ها طلاب اوكي، عيني وصلكم الشير هسه بين يمكم طلابنا؟ ما تمام هسه حيطلع، هسه حيطلع. ها عيني طلع، طلع طلاب الشير كلكم؟ نعم دكتور نعم. تمام نرجع نكمل. فطلاب دكتور يروح ويرجع ما ادري ايش الساعه يفصل ما ادري. هسه انا عندي كل شيء طالع. مو موجود دكتور؟ موجود كم؟ لا دكتور موجود. نعم نعم يلا هسه نخلص، ما راح اطول ان شاء الله خلصنا تقريبا. فطلاب عندنا الخلايا العصبية تصنف اعتمادا على البروزات اللي تطلع من جسم الخلية العصبية إلى يونيبولر يعني خلية عصبية أحادية القطب، والبايبولر ثنائية القطب، والمالتيبولر ومتعددة الأقطاب. ده تشوفوها هنا بالشكل هذا اللي موجود. أجي من اليمين، جهة اليمين الخلية النموذجية الأولى بواوع لها هذه أشوف مصنف أنه هي مالتيبولر نيورون. ليش مالتي بولر؟ لانه دا تشوفون اكثر من بروز طالع من جسم الخليه العصبيه، يعني تشجرات الخليه العصبيه اضافه الى محور الخليه العصبيه، فما طول اكو اكثر من بروز طالع من جسم الخليه العصبيه فهذه اسميها خليه متعدده الاقطاب مالتي بولر نيورون. اجي للفقر اللي بصفها اباوع بجسم الخليه العصبيه طالع من عنده بروز واحد، بس هذا البروز متفرع فرعين، متفرع الى محورين. فهذا ايش اسميها؟ بما انه هو بروز واحد طالع من جسم الخليه العصبيه فاطلق عليها باليونيبولر نيورون. اجي الى الفيجر الثالث، الشكل الثالث، اشوف بجسم الخليه العصبيه طالع بروزين، واحد من فوق واحد من جوا، فهذا ايش اسميه؟ اسميه بايبولر نيورون، خليه ثنائيه القطب. واضح؟ اجي اشوف الفيجر الاخير او الشكل الاخير بالنسبه للخليه، سميناها هاي الخليه انكزونيك نيورون. هي بيها بروزات يعني نقدر نقول عليها مالتي بولر بس ما بيها محور، فش اسميها؟ انكزونيك نيورون، يعني خليه خاليه من محور الخليه العصبيه. واضح؟ هذا بالنسبه للتقسيم اعتمادا على البروزات اللي تبرز، البروسيسز اللي تمتد من جسم الخليه العصبيه. النيورونز جنرالي هاف فور امبورتنت زونز. دكتوره ماكو شيء. ليش ماكو؟ دكتوره ماكو شير هسه عيني ما اعرف ليش. ماكو صوره سوداء هسه، انتظروا هسه شويه حيجي، ما اعرف ليش شنو المشكله، ما اعرف بصراحه. هسه عيني طلاب طلع يمكم؟ اي دكتوره، اي دكتوره هسه طلع. اوكي الجروبات البقيه عشر. وضح لكم السلايد اللي قبله مال اشكال الخلايا العصبيه والبروزات؟ لو اشرحه اعيده، هشرح لكم اياه من جديد في الجروب اللي خاطئ. كيف الدكتور اعيده؟ ما كان واضح. اوكي اوكي، هذا عندنا طلاب الفيجر بتشوفوا يصنف لنا الخلايا العصبيه اعتمادا على البروزات اللي تبرز من جسم الخليه العصبيه. فعندنا اول فيجر على اول شكل على اليمين، ده تشوفون
انه اطلق عليها بالمالتي بولر نيورون. ليش خليه متعدده الاقطاب؟ لان جسم الخليه طالع من عندها اكثر من بروز اضافه الى المحور، فهذه مالتي بولر. اللي بصفها اليوني بولر، شوفوا جسم الخليه العصبيه طالع من عنده بروز واحد، وهذا البروز متفرع الى محورين. بما انه هو بروز واحد اطلق عليها يوني بولر نيورون. الثالث باي بولر نيورون، شوفوا جسم الخليه العصبيه طالع من عنده بروزين، واضح؟ فهذه اطلق عليها باي بولر نيورون. بينما رابع واحد سميناها انكزونك نيورون، لو اجي اباوع لها هي اكثر من بروز طالع من جسم الخليه العصبيه، لكن شنو ميزتها؟ انه فاقده للمحور، فسميناها انكزونك نيورون. واضح؟ نجي ناخذ المناطق المهمه او الامبورتنت زونز اللي موجوده بالخليه العصبيه. اول جزء مهم بالخليه العصبيه هي منطقه الريسبتر or dendritic zone اللي هي موجودة بالتشجرات، where multiple local potential changes generated by synaptic connections are integrated. هذه منطقة التشجرات اللي موجودة في جسم الخلية العصبية واللي ذكرناها قبل شوية أكو بيها سبايك، هذه تطلق عليها بمنطقة المستلم أو الريسبتر. راح تتجمع تنشأ بيها الأكشن potential، ومن ثم يبدي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. نعم تفضلي. شلونك دكتورة؟ بالسلايدات ما قاعد تطلع بقية الروابط، بس بالرابط الأول. ليش عجب هذا طالع؟ كلها مسوية عندي شير، يعني أخاف المشكلة من يمك، بس متأكدة كلها يمي شير. لا دكتورة أشكرك. عيني هلا. تمام. نرجع طلاب. زين عيني، فأول منطقة منطقة الريسبتر اللي هي موجودة بتشجرات الخلية العصبية، هذه راح تبدي تنشأ بها الأكشن بوتنشيال، ومن ثم تبدي تتركز. المنطقة الثانية a site where propagated action potential are generated, the initial segment and the initial نود اوف رانجر. المنطقة الثانية المهمة بجسم الخلية العصبية ذكرت لكم اياها قبل شوية، اللي هي منطقة الانيشال سيجمنت، بداية محور الخلية العصبية. الإشارات الكهربائية اللي راح تتركز في منطقة الريسبترات راح تنشأ من هناك، بعدين تبدي تتجمع الاكيوميليتد وين؟ في منطقة الانيشال سيجمنت. من توصل بعدين تتجمع وتوصل إلى فد عتبة معينة، يبدي بعد ذلك ينطلق الأكشن بوتنشال. لكن وين راح يتجمع أول ما يعني التركيز الثاني الآخر بالمنطقة المهمة اللي هي منطقة الانيشال سيجمنت، المنطقة الأولى بين بداية محور الخلية العصبية. بعد ذلك الجزء المهم الآخر للخلية العصبية الآن أنكزونال بروسيس ذات ترانسميت بروباجيتد امبلسز تو ذا نيرف إندينج، اللي هي البروزات اللي بنهاية محور الخلية العصبية اللي راح يوصل إلها الأكشن بوتنشيال، وبعد ذلك راح يحرر النيورو ترانسميتر في منطقة من منطقة نهاية محور الخلية العصبية، وتروح إلى منطقة التشابك العصبي، ومن ثم من منطقة التشابك العصبي إلى منطقة ريسبتر أخرى لجسم خلية عصبية أخرى، وهكذا. The nerve endings نهايات الخلية العصبية where action potential cause the release of synaptic transmitter اللي هو نفس الحكي. فأول شيء عندي منطقة الريسبتر اللي موجودة بالدنترايت راح تنشأ بها الأكشن بوتنشيال، ومن ثم راح كل أكشن بوتنشيال موجودة بهذه التشجرات راح تتركز وتتجمع بمنطقة الانيشيال سيجمنت اللي هي بداية محور الخلية العصبية. بعد ذلك راح ينتقل من عقدة رانفير، يقفز إلى عقدة رانفير أخرى انتهاء على طول محور الخلية العصبية، ويوصل إلى منطقة تفرعات محور الخلية العصبية اللي ذكرناها سميناها قبل شوية البريسينابتيك تيرمينال، ومن ثم راح تتحرر عندنا النواقل العصبية وتروح إلى منطقة ريسبتر أخرى لتشجرات جسم خلية عصبية أخرى، وهكذا تنتقل الإشارة الكهربائية. لحد الآن أنتم ما تعرفون شنو الأكشن بوتنشال، بالمحاضرة القادمة إن شاء الله نحكي تفاصيله. The axons of many neurons are myelinated. محاور الخلايا العصبية أغلبها راح تكون محاطة بالمايلين شيث، that is they acquire a sheath of myelin اللي هو عبارة عن بروتين ليبيد كومبلكس that is wrapped، طبعا هي نفسها خلايا شوان واللي ذكرناها قبل شوية، بروتين ليبيد كومبلكس that is wrapped around the axon، تلتف هذه الخلية حول محور الخلية العصبية عدة مرات. In the peripheral nervous system myelin forms when a Schwann cell wraps its membrane around an axon up to
100 تايمز، يعني خلية تشوان بالنسبة لمحاور الخلايا العصبية الموجودة بالجهاز العصبي المحيطي راح تلتف حول نفسها حدود 100 مرة، فراح سايتوبلازم الخلية العصبية راح وين يعني يتركز في طرف الخلية العصبية، بينما الخلية اللي راح تلتف حول المحور أكثر من 100 مرة راح يكون عبارة وكأنه فقد البروتين ليبيد كومبلكس اللي هو البلازما ممبرين مالت الخلية اللي راح يغلف لي محور الخلية العصبية بالجهاز العصبي المحيطي. The myelin sheath envelopes the axon except at its ending and at the nodes of Ranvier. يعني راح تكون فراغات ما بين خلية شوان وخلية شوان أخرى، فالخلية تلتف حول نفسها فقط، يعني مو تغلف لي المحور كله من فوق لي جوا، لا، وإنما فقط بالمكان اللي هي موجودة به، فراح تترك فراغات، هاي الفراغات أطلق عليها بعقد رانفير. لو أشوفها هنا بالفيجر شوية أوضح، تشوفون هذه شوان سيل شلون تلتف حول محور الخلية العصبية، والنيوكليوس مالتها والسيتوبلازم راح يكون بالطرف، بينما الطبقات الملتفة عبارة عن البلازما ممبرين لهذه الخلية. فتشوفون خلية شوان مفصولة عن خلية شوان أخرى، والفراغ المتبقي من محور الخلية العصبية أطلقنا عليه نود أوف رانفير. هذه هنا طلاب العقد رانفير إيش راح تفيد؟ عندنا النبضة العصبية أو الأكشن بوتنشيال اللي راح ينتقل على طول محور الخلية العصبية راح يكون قفزي، يقفز من عقدة رانفير إلى عقدة رانفير أخرى حتى يسرع من عملية نقل الإعاز العصبي، فما راح يكون يعني هو بشكل مستمر، لا، وإنما يكون سالتيتري كوندكشن، يعني توصيل نبضي، فتقفز النبضة العصبية من عقدة رانفير إلى عقدة رانفير أخرى وهكذا ينتقل الإعاز العصبي. واضح لهنا؟ نكمل اكزونال ترانسبورت، النقل يعني بمحور الخلية العصبية. Neurons are secretory cells. الخلايا العصبية بطبيعتها طلابية خلايا إفرازية. But they differ from other secretory cells in that the secretory zone is generally at the end of the axon. هنا طلاب إنه الخلية العصبية خلية إفرازية، لكن هي تختلف عن الخلايا الإفرازية الأخرى الموجودة بجسم الإنسان. بشنو؟ تختلف إنه منطقة الإفراز مالتها راح تكون وين موجودة؟ في محور نهاية محور الخلية العصبية وليس في جسم الخلية العصبية، وإنما عملية الإفراز مالتها للمحتويات اللي تكونها راح تكون بعيدة عن جسم الخلية العصبية. The apparatus for protein synthesis is located for the most part in the cell body. يعني عملية صناعة هاي النيورو ترانسميتر النواقل العصبية موجودة في جسم الخلية العصبية، بينما إفرازها وين راح يكون؟ في نهاية محور الخلية العصبية. With the transport of proteins and polypeptides to the axonal ending راح تجري أو تنتقل هذه النواقل العصبية إلى نهاية محور الخلية العصبية عن طريق نوع من الجريان، واحد أقصد علي أسميه الأكزوبلازميك فلو والآخر أسميه الأكزونال ترانسبورت. Thus the cell body maintains the functional and anatomic integrity of the axon. If the axon is cut, يلا حشرح لكم اياه زين عيني. عندنا آلية النقل طلاب، ذكرنا قبل شوية بالسلايد السابق، عندنا exoplasmic flow واكزونال ترانسبورت. الاكزوبلازميك فلو راح يكون عملية النقل راح تكون بطيئة تقريبا ما بين 1 إلى 2 ملم باليوم الواحد، والجزيئات تنتقل من جسم الخلية إلى نهاية المحور عن طريق المايكروفيلمنت وعن طريق التيوبيولز. هنا تتطلب عملية النقل بالاكزوبلازميك فلو حركة تموجية بسيطة لمحور الخلية العصبية حتى يساعد بعملية نقل المواد النيورون ترانسميتر إلى نهاية محور الخلية العصبية، بينما الأكزونال ترانسبورت النقل راح يكون نوعا ما شوية أسرع يقارن ب 200 إلى 400 ملم باليوم الواحد. وعندنا المولكيولز ترانسبورتد فروم سيل بودي تو أكزون ممكن أن تنتقل باتجاهين متعاكسة، تعتمد على بعض البروتينات الناقلة وإنزيمات خاصة أيضا موجودة أطلق عليها بالأستر كولين استريز تساهم بعملية النقل، وتتعاون مع مايكروتوبيولز ويونات الكالسيوم وخيوط الأكتين كلها مجتمعة تتكون مثل الهيكل خاص لنقل النيورو ترانسميتر، يعني تنقلها من جسم الخلية العصبية إلى نهاية محور الخلية العصبية. فترانسبورت ديبندد اون كيج لايك مايكروتوبول ستراكشر وذن اكزون اند اون اكتين اند كالسيوم ايونز.
واضح؟ هذا قد يكون اجيب لكم اياه مقارنه ما بين الاكزوبلازميك فلو والاكزونال ترانسبورت كاسي، اذا يعني جبنا لكم اسئله اسي. واضح طلاب لهنا؟ احد عنده سؤال؟ يعني سوري اعتذر جدا، المحاضره اليوم احسها ما اعرف شلونها، ولو اني بعد بالالكتروني ما راح اعطيكم شيء بولك يعني، وكل ما تكون بالحضور يكون افضل. احد عنده سؤال طلاب بهذا الجروب؟ عيني طلابنا وياي لو لا؟